يعني غياب تطبيق القانون، غياب تطبيق القانون. وقت القانون ما يتطبقش، المتحيل ما يتردعش قانونيا في المحاكم التونسية، ونشوفوه يدخل المحكمة ومن بعد باش نزيد نوضح أكثر، من بعد يبدأ سارق ومتحيل وكبير وكذا، ونعملوا له لا إله إلا الله محمد رسول الله، مكتب المصالحة الجزائية، نتصالح مع سارق، فهمني؟ في بالك به مكتب المصالحة الجزائية، رؤوس أموال سرقة بالأرقام اللي خلاها المرحوم الشادلي العياري محافظ البنك المركزي 13500 مليار، رؤوس أموال تقدمت للبنوك وخذت قروض من الدولة، ومن بعد ما رجعتش القروض، ولينا نلحلحوا بهم إجا نتصالح معاك. هذا هو غياب تطبيق القانون، ومن هنا ينتشر التحيل. وقت لي واحد كبير، فهمني، قرش كبير، وتسمع به، وزيدوا الإعلام يزيد يوضح الصورة هذه، وزيدوا نسمعوا به ونعملوا له مكتب مصالحة كذا كذا. هذا ما ريتوش أنا فهم بصراحة في الدول في طريق النمو، كيفنا مش دول متقدمة، نقولوا نحن في طريق النمو، ماهوش غادي يصير. ثم تطبيق القانون، الردع المباشر ديريكت، أنا عملت نخلص باش نكون عبر غيري، نقطع دابر التحيل. هذا بصفة عامة ندخلوا في الجزئيات اللي قلت تمشي كذا وكذا وكذا. هنا زاد ثم عنصر آخر يدخل، هو غياب الثقافة الاجتماعية. الثقافة الاجتماعية، نحن كي ندخلوا المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية وحتى التعليم العالي، يعلمونا سافوار فيفر اللي هو منتشر في أوروبا وفي أمريكا وفي البلدان المتقدمة، هلوش في العالم الثالث، هذا غايب في العالم الثالث ما بين قوسين. السافوار فيفر هو كيفاش نجم نعيش، كيفاش نواجه الحياة، كيفاش نجم نمارس مهنتي، كيفاش نجم ندخل نشري بضاعتي، كيفاش كذا نواجه الوضع اللي فيه تحيل وفيه سارق وفيه نشال وفيه كذا. أنا ما دربونيش في الابتدائي وفي كذا، حتى في الثقافة المرورية ما علمونيش حتى كيفاش نمشي، نحترم إشارات المرور ونتعرض لحوادث مرور، ونمشي في كياس التروتوار يفكوا لي قهواجي، ونتضرب في كياس وشركة التأمين ما تعترفش، باعتبار ثم عندك ممر خاص لك انت كمترجل، وانت ما انت ما 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 انت ما مشيتش فيه، تتحمل جزء من المسؤوليه المدنيه اللي هي تخسر مقتضاها جزء من تعويضات التامين وجبر الضرر. هذا واحد، معناتها كي نربطوها في قالب بعضها، ما ثماش انسان يتحيل. ثم منظومه تربويه، منظومه تربويه اجتماعيه منقوصه ياسر، منقوصه ياسر من ناحيه الثقافه الاجتماعيه اللي حكينا عليه، من ناحيه واللي اهم غياب تطبيق القانون. كيفاش انسان، كيفاش انا نعتبر من جيل سابق شويه، عشت الفتره البورقيبيه عهد الاستقلال، وعشت الفتره الثانيه الجمهوريه الثانيه مع بن علي، ما كانش التحيل هذا منتشر بصفه غريبه، فهمني، ما كانش موجود. وكان حتى التحيل ينطلق من منين يبدا؟ يبدا بالرشوه. الرشوة كان المواطن التونسي، أنا نذكره في عمرك أنت فهمني، يخاف باش يرشي موظف دولة مهما يكون الصفة، مهما تكون الصفة متاعه، سواء في الشرطة سواء في الإدارة سواء كذا. اليوم وليت على المباح الرشوة، وليت مع مادام تنتشر ظاهرة الرشوة باش ينتشر التحيل. مش تولي أطمع اليوم ما جانيش أنا نخدم في وظيفتي وما دبرتش راسي، مش ولا ياخذ شيء بارازير باش نتحيل عليه باش نروح مصروفي، فهمني؟ هذه هي ظاهرة في حد ذاتها، لازم نعاودوا نراجعوا الثقافة الاجتماعية نتاعنا، نراجعوا تطبيق القانون نتاعنا، وبحول الله ترجع تونس أفضل من اللي كانت، على خاطر الشباب نتاعها أنا نصور أذكى من اللي كنا نحن. ماناش باش نكونوا نحن عباقرة، لا، الشباب نتاع توا، شباب الإنترنت وشباب المعلوماتية وكذا، كنا نحن بالسيلون نخدموا حتى في الإدارة، كراسة وسيلون وريجيستر وكذا، من بعد وليت على فاند كارير، وليت شوية عالمية، ولكن الشباب نتاع توا متقدم علينا عشرات السنين، فهمني؟ تبقى وقت تحطه في إطار غلط مش يخرج في الغلط، مش تلقى نتيجة غلط. التحير كما قلت لك أنا، غياب تطبيق القانون، غياب ثقافة اجتماعية، فهمني؟ مواجهة التحير بتطبيق القانون ومراجعة المنظومة التربوية التعليمية. تعرفش على خاطر انا افهم تاع مقاومه التحيه العبد لله، عملت كشافه وعملت نقابه وعملت اداره وعملت كذا، نشمها طايره فهمني ما 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 تعرضت، لكن ما مشيتش في الخط، تعرضت
محاولة تحيل، وضحيت بالفلوس، ضحيت بالفلوس فهمني، تعرضت لظاهرة الرشوة، ضحيت منه مرة في محكمة معينة مش لازم نسميها، فرض علي باش نعطي مقابل زوز أحكام مش خرجهم الفايتي باش نعطي رشوة والتمبر بستين ألف، رفض نطلع وقطعت نابر وعلم بيه شعمل العون فهمني، وطلعتهم على ثلاثة مرات خسرت 180 دينار وما عطيتش رشوة، في بلاصة نخسر 60 ألف نشريهم ب60 ألف الحكام هذا وتنابر نتاعهم، لا عطلني وكذا وكذا وما نطعتش ما مشيتش في الخط باش يكون عبرة، يكون تربية اللي هو المواطن مهما تكون سيفته ماهوش بضاعة باش يتباع ويتشرى، المواطن عنده كرامة، المواطن عنده شخصية، أنا قبل اسمها هي وكر حاشاك وكر الفساد هنا بالضبط فين موجود، تمشي للصفاقس تلقى ناس جديين شوية، تمشي لسوسة ناس جديين، تمشي الداخل الجمهوري لهنا موزايك، فهمت شو معناتها موزايك، الموزايك نتاع الجمهورية تلقاه من كامل الجمهورية ويقع الاختلاط، بشكون يقع الاختلاط؟ يقع الاختلاط باللي خارجين من السجون، يقع الاختلاط بالمتحيرين، يقع الاختلاط بالبطالة، يقع الاختلاط بالناس المهمشين، وتختلط الأفكار وخرجوا الزبدة نتاعها، خرجوا متحيل، خرجوا منها متحيل، فهمني؟ أنا قلت لك أنا مراجعة المنظومة التربوية والعمل على تطبيق القانون بحذافيره، أنا حاولت باش نرشي الراشي ومرتشي في السجن مهما تكون درجتي الاجتماعية مهما يكون عمري، حتى 99 سنة يتقاضى المواطن التونسي في بالك، ولا في قانون دولي ومش علينا احنا برك، المواطن التونسي ما تقدرش عمره او 70 و 80 سنة، لا حاول باش يعطي رشوة ولا حاول باش يقبل رشوة وهو في 98 سنة يتحال على المحاكم التونسية ويتعدى باش يكون عبرة لغيره ويطبق القانون على الناس كل، وهو بيدو يتربى مش على خاطر باش يكون عبر، لا هو بيدو ينال الجزاء لا اكثر اقل، اللي عمل اللي يخلص، هذيك هي المنظومه الاجتماعيه، اعمال هنا توم معناتها كيفاش نقولوا فيها جوهر الموضوع رجال اعمال، هذه منظومه اخرى، عرفت منظومه اخرى، منظومه هي نجموا نفسروها في بلدان تاع العالم الثالث، في البلدان كي طريق النمو، ثم الدوله وثم الدوله العميقه، الدولة العميقة لكن تتوجد في أي دولة، ما نحبش نسمي يركز على تونس نقول لك كذا وكذا نولي مطلوب نهار آخر قدام يعني ناس ربما أنا عندي وطنية أكثر منهم يولي يحاكموا فيها على خاطر أفكاري، ناخذوا على سبيل المثال بلاد من البلدان فيها دولة عميقة فيها رؤوس أموال يتهربوا من الجباية فهمني من الضرائب، يتهربوا من الجباية ويكونوا دولة عميقة يجيبوا لك فهمني مترشحين للرئاسة وللبرلمان ويقدموهم باش يخدموا لهم مصالح، وفي العشرة سنوات فساد حصلنا في الفخ هذا، العشرة سنوات فساد علاش تونس اقتصاديا انهارت من الدولة العميقة اللي تسربت في شنو المعنى باش يجينا واحد من لندرا يعيش في لندرا فهمني يترشح في تونس وعنده دوبل ناسيوناليتي، وشنو المعنى باش يشد لنا واحد رئيس دولة وعنده ثلاثة جنسيات وشد رئيس دولة فهمني، هذيك الدولة العميقة كالناس اللي عندها الإمكانيات باش تقدم أرواحها فهمني تشكل منظومة كاملة وتقدم أرواحها للمسؤوليات الوطنية ويشريوا الشرائح الشعبية المفقرة فهمني، وشوفنا منهم فهمني اللي هما هربوا في حال فرار وثم الموجودين، هذيك الدولة العميقة هذيك أصحاب النفوذ وأصحاب المال والجاه يتوجدوا في بلاد معينة فهمني، يتوجدوا في بلاد في أي بلاد ما فهمني، يضروا بالوطن بالدولة الوطنية، نحن حصلنا في العشر سنوات اللي حصلنا في منظومة الدولة العميقة فهمني، اليوم في اتجاه صحيح هو عرى الأوضاع كل مش مجاملة فيها، أنا أقولها وعلى حسب مسؤوليتي، الرئيس اليوم تحمل مسؤوليته الوطنية كاملة، قاعد ينظف وإن شاء الله ربي يعاونه وإن شاء الله تتفسخ من العقلية التونسية حكاية الدولة العميقة، ندخل أنا باش نصرف فلوس باش من بعد نسرق المقدرات متاع الدولة هذه، نصرف مليار باش من بعد ندخل البرلمان وناخذ القروضات من الدولة وناخذ تحلي ببان العرش.